محلل أول أسواق مالية في إكويتي جروب الأستاذ سركيس نزار للحديث عن تطورات العملات الأجنبية. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ سركيس. بداية سنتحدث عن المزاج الفيدرالي الأمريكي في ظل هذه المعطيات والمستجدات على الساحة الاقتصادية إجمالا، وكيف ستتأثر تحديدا فيما يتعلق بتعديل ورفع أسعار الفائدة؟ كنا نتحدث عن نصف النقطة المئوية المرتقبة، إذا هل هنالك تغيير على هذه النسبة أو يعني استعجال في رفع أسعار الفائدة؟ صباح الخير. صباح الخير. بالفعل مستجدات كبيرة جدا منتظرة من البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. بداية بالنسبة لرفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أصبح احتماله ضعيف، رغم أن هذا الاحتمال ما زال موجود، لكن الاحتمالية الأكبر بحوالي 76% هو أن يتم رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. جاء ذلك التوقع بفعل احتمالات أن نشهد ضغط اقتصادي على الاقتصاد العالمي ككل بفعل التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا، هذا من جهة، لكن من جهة أخرى وتحديدا لهذا الأسبوع سوف ننتظر تحرك مرتقب من البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إذ أن حظر تعاملات الصين في نظام السويفت العالمي الذي يتيح المبادلات المصرفية والمالية بين روسيا والعديد من دول العالم قد يضع الفيدرالي الآن أمام موقف سيحتاج فيه لرفع ميزانيته من أجل توفير النقد، وهذا حاليا الفيدرالي الأمريكي يضخ سيولة في القطاعات المصرفية الأمريكية بشكل عام، لكن يبدو بأن هذه السيولة لن تكون كافية أمام أي هزة، والفيدرالي الأمريكي بالتأكيد لا يريد أن يعيد الكرة كما حصل في عام 2008 مع بنك ليمان براذرز عندما انهار بفعل شح في السيولة، وهذا أيضا ما شهدناه خلال 2020 عندما أجبر الفيدرالي على ضخ سيولة هائلة. بالتالي قد يكون هذا الأسبوع مهم جدا لأن هنالك رقابة عن احتمالية تدخل جديد من البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لكن هذه المرة لضخ سيولة للقطاع المصرفي على وجه الخصوص، وهذا لمنع احتمالية حصول أي هزة اقتصادية تؤثر على الولايات المتحدة وتحديدا على القطاع المصرفي سببه حظر معاملة روسيا من السويفت. نعم، يعني أستاذ سركيس، ما يحدث لدى الفيدرالي الأمريكي هل نستطيع أن نسقطه أيضا على المركزي الأوروبي تحديدا في ظل التراجعات الحاصلة في أسعار اليورو، وأيضا لا نغفل الارتفاع الحاصل في معدلات التضخم إلى مستويات قياسية؟ بالفعل يجب أن أقول بأن البنوك المركزية ومن ضمنها البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وكذلك المركزي الأوروبي في مواقف صعبة جدا الآن، تضخم مرتفع جدا، إذا نظرنا في أوروبا هي مستويات 5.1% وهي أعلى مستوى على الإطلاق في منطقة اليورو، وكان يجب على البنك المركزي الأوروبي أن يقوم بتشديد سياسته النقدية، لكن كما نعلم البنك المركزي الأوروبي يجب أن يراعي حقيقة وهي أن التجارة الدولية في منطقة اليورو هي على شكل كبير جدا مع روسيا، فحيث أن التجارة ما بين الاتحاد الأوروبي وروسيا قد تصل إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا ما قد يجعل البنك المركزي الأوروبي حاليا في موقف قد يكون فيه بحاجة لتوفير سيولة إضافية على الأقل لعدة أسابيع أو لبضعة أشهر لحين ظهور أي ملامح جديدة حول أين ستكون توجهات الأزمة وتأثيرها اقتصاديا، لكن على المدى الأبعد وتحديدا قبل نهاية هذه السنة بشهر أو شهرين ربما سيرفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة، لكن على المدى القصير البنك المركزي الأوروبي ربما سيضحي بمعدلات التضخم المرتفعة، وذلك خشية لتأثر القطاع المصرفي الأوروبي في الأزمة الروسية الأوكرانية. نعم، وتحديدا يعني جميع الأنظار تتجه الآن نحو الروبل، وبعد قرار المركزي الروسي برفع أسعار الفائدة هل يعني من المتوقع استمرار حالة الانهيار إن صح التعبير على أداء الروبل؟ الآن قام البنك المركزي الروسي بالفعل برفع الفائدة من مستوى 9.5% إلى 20% بشكل مفاجئ، هذا الرفع الكبير في الفائدة لو كان له تأثير لكان قد أثر اليوم، لكن الروبل الروسي ما يزال عند أدنى مستوياته قياسيا أمام الدولار والعديد من العملات الأخرى. تكمن المشكلة حاليا في العقوبات التي وضعتها الدول الغربية على روسيا مما تقلل طلب الروبل، وربما سنشهد أيضا قرارات سياسية داخل روسيا بما يخص التعاملات التجارية وعمليات البيع على الروبل، لكن بشكل عام يبدو أن الروبل الروسي سيبقى تحت الضغط على مدى الأسابيع المقبلة، وهذا
بتأثير أولا من حظر العديد من الجهات المصرفية في روسيا من التعامل في نظام السويفت، إلى جانب العقوبات المباشرة على روسيا والتي لها تأثير كبير جدا على الروبل الروسي، مما ترك الروبل الروسي في موقف ضعيف هذا اليوم، رغم أن البنك المركزي الروسي قام برفع الفائدة بأكثر من الضعف. نعم، يعني سركيس يأخذنا الحديث مباشرة نحو الملاذات الآمنة من العملات كالين الياباني مثلا، يعني نلاحظ حالة من الثبات أكثر من التحرك لدى الين الياباني، وتحديدا العملات الآسيوية بشكل عام كيف تصف أداها في ظل هذه الظروف؟ بالضبط، هنالك طلبات كبيرة على الملاذات الآمنة والتي منها الين الياباني. مقابل الدولار الأمريكي يشهد الين الياباني حالة من التذبذب، لأن الدولار الأمريكي بحد ذاته يعتبر أيضا ملاذ آمن مقارنة في عملات عديدة مثل اليورو والجنيه الاسترليني والدولار الأسترالي والنيوزيلندي. بالتالي لو نظرنا إلى تحركات الين الياباني أمام الدولار سنلاحظ بأنها شبه متذبذبة ضمن نطاقات، لكن الين الياباني ارتفع مثله مثل الدولار مقابل عملات أخرى مثل اليورو والجنيه الاسترليني، الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي، كذلك الفرنك السويسري يشهد طلب إيجابي، ورغم أنه لا يظهر أمام الدولار الأمريكي لكن في نفس الوقت يرتفع الفرنك السويسري مقابل سلة من العملات الأخرى، الفرنك السويسري، الدولار الأمريكي، الين الياباني، كلها تشهد طلب كملاذات آمنة في ظل هذه الحالة الغير اعتيادية من التوترات الجيوسياسية، مما قد يبقي على هذه العملات ضمن موقف قوي نسبيا. لكن يجب أن أشير إلى أننا هذا الأسبوع بانتظار بيانات اقتصادية غاية في الأهمية من الولايات المتحدة الأمريكية قد تقلب الموازين بالنسبة للدولار الأمريكي، خصوصا انتظارا لشهادة رئيس البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي خلال هذا الأسبوع. نعم، محلل أول أسواق مالية في إيكويتي جروب الأستاذ سركيس نزار، شكرا لك على كل هذه التفاصيل.